وفي الشأن اللبناني وتزامنا مع دعوة أنصار حملة بدنا نحاسب للاعتصام يوم غد في ساحة الشهداء، أكد وزير الداخلية اللبنانية على محاسبة المسؤولين عن العنف المفرط في تظاهرة السبت الماضي، مؤكدا على حق التظاهر السلمي دون الإضرار بالممتلكات. أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي أن التظاهر حق للجميع، مؤكدا تعهد وزارته بحماية المتظاهرين رافضا في الوقت نفسه التعرض للممتلكات العامة والخاصة بأي ضرر. وقال المشنوق أن ما حدث من استخدام مفرط للقوة من قبل الأمن العام ليلة السبت الماضي يتم التحقيق فيه حاليا، وستتم محاسبة كل مسؤول عنه، مشيرا إلى أن استخدام العنف تم بسبب عدم وجود تنسيق واتصالات جدية بين القوى الأمنية. إلى ذلك دعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون جمهور التيار الوطني الحر للتظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بالإصلاح والمشاركة ومحاربة الفساد، مؤكدا أن التيار يؤيد ما حدث في الأيام المنصرمة من تظاهرات وشعارات، لكن تبقى هذه المظاهرات معالجة لنتائج المرض وليس أسبابه، وأولها انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب، إضافة إلى إقرار قانون انتخاب نسبي من التمثيل الصحيح. يأتي ذلك فيما بدأ أنصار حملة بدنا نحاسب بالتحرك في مسيرة سلمية اليوم من ميدان رياض الصلح إلى وزارة الداخلية للمطالبة بمحاسبة من أطلق النار على المتظاهرين في المظاهرات السابقة، مؤكدة تقديمها دعاوى قضائية لمحاسبة من اعتدى على المتظاهرين يوم غد. وكانت الحملة قد دعت إلى المشاركة الكثيفة باعتصام ساحة الشهداء غدا، وشددت على وحدة التحرك لتحقيق الأهداف، معتبرة بأن الحل لا يأتي إلا برحيل السلطة السياسية الحاكمة.